في تركيا البلد ذو الأغلبية المسلمة قد لا يكون انتخاب البابا الجديد يمثل حدثا كبيرا، مع أن البابا السابق ترك آثارا قد تكون سلبية لدى البعض بسبب تصريحات أطلقها في العام 2006. أمل من البابا الجديد أن لا يكون كالسابق، وأعتقد أن هذا التغيير يمكن أن يخدم السلام العالمي وأن يكون أفضل للعلاقة مع العالم الإسلامي. متحدث آخر استذكر تصريحات بندكتوس السادس عشر التي اعتبرت مسيئة للإسلام. نحن مسلمون، نحن لا نرحب بتصريحات من النوع التي أطلقها البابا السابق. نحن لا نريد أن نتدخل بشؤونهم ولا يتدخلوا بنا. نأمل من البابا الجديد أن يكون مختلفا. يذكر أن البابا السابق أطلق تصريحات اعتبرت مسيئة، اتهم فيها نبي الإسلام بأنه لم يأتي بجديد.